أو قالها هو، قالها ستكون إن شاء الله عهدة اقتصادية محضة ستغير ملامح الوطن في جميع الجهات وكل مناطق، وستعطي للجزائر قوة أكبر. كي يتكلم على باله وراه شعب، كي يتكلم على باله باللي الصوت تاعو يجيب. راكم شفتوه في باري في إيطاليا مع الزعماء، هما اللي كانوا مديرين لاشين باش يهضروا معاه. الناس كل راهم متفائلين خير، درك ما يبقاش غير نقولوا برك، لازم نهار 7 سبتمبر نحقوا نجسدوا الوعود تاعنا. اخرجوا كلكم كرجل واحد. احنا قال اخرين يقولوا باللي خلاص على على وراهم فوتي انا او الرئيس او يعاود ينتخبوا. لا، الامور مش محسومه. احنا نحتاجوا نعطيوه اكبر نسبه مئويه، ولازم تكون اكبر نسبه مئويه، لازم الناس كل يخرجوا. ما يصب عليش راقد والله هنا يصب على بلاج قريبه الرشقون ويقول لك على وهنا. احنا بغينا ننظموا هذه ان شاء الله. هذه المدينه تاع بني صالح، هذه الاوضاع التي يريد ان يغيرها، هذه الاوضاع التي يريد ان يغيرها. هذه هي، وكل شيء راه موجود في البرنامج تاعو، لكن ما كفاوش 3 سنين اللي خدمهم يعني بشق النفس، لكن ما كفاوش باش احنا نعطوه 5 سنوات باش يوقف على كل هذه النقائص وكل هذا اللي راك تهضر بالتهميش ولا يعني العزله. احبس بلاشي نسالي هذا الشيء كامل. كيفاش هذيك الزعماء ديال العالم شاده الصف وكيتسناو يسلموا على عبد المجيد؟ واش الزعماء ديال العالم ديال العالم ولا عز الزعماء ديال الاضرحه اللي عندكم في الجزائر؟ عندك تكون تلفت لك هذاك الشيء. كيفاش الزعماء ديال العالم شاده الصف باش يهضروا مع عبد المجيد؟ هاي 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 على رئيس الولايات المتحده الامريكيه. قال لك الزعماء ديال العالم شاده الصف وكيتسناو يسلموا على عبد المجيد ويهضروا معاه. هادي المانيا، هادي روسيا، هادي الولايات المتحده الامريكيه، هادي هولندا، هادي فرنسا، هادي الجلبيكا، اتشافي غادي يا محمد. على ما كتكذبها؟ كتكذب على بوصبع الزرق على الانتخابات. مزيان مزيان. لا كاينه هاد القضيه هادي. الزعماء ديال العالم كانوا شاده الصف وشهم بودنيه بعينيه. لا لا راه ما كيكذبش. كيف ما شفنا البارحه يوم امس فريق الجيش الملكي انتصر على الفريق الجزائري نادي اقبو اللي كانوا غادي ينسحبوا. شفنا العديد من الخروقات، عديد من الاستفزازات، ابرزها رايات المغرب اللي ما طلعوهاش في خرق سفير للقانون. هما ما بغاوش يطلعوا الرايه المغربيه والبنيات ديال المغرب، هبطوا لهم شي حاجه اخرى. المهم انا كنتفرج في المباراه كندور راسي وكتا كيبان ليا رئيس الفيدراليه الجزائريه وليد مصدي جا تا هو تما وجالس كيتفرج ويعاود لي واحد الهبيل الجزائري قال لي هو راه اصلا جاي على اساس ان نادي اقبو هو اللي غيربح، جاي وموجد واحد الورقه غادي يبدا يهضر فيه ويخطب تمايا على الاعلام. انتصار بنات الجزائر ما هو الا استراتيجيه اللي بديت بها العمل ديالي في الفيدراليه الجزائريه والاهتمام بالرياضه النسويه، وما تنساوش اننا انتصرنا على نادي الجيش الملكي اللي فاز بدوري ابطال افريقيا قبل الموسم الماضي، فريق قوي انتصرنا عليه لاننا اقوى بكثير، وهذا العمل من الاختصاص ديال كذا كذا. ام واجد هو كان عيب بدا يهلل تما انتصرنا على الفريق المغربي بدم الشهداء بنات الشهداء الاحرار كذا منا خرجونا منا. السعاود يا وليد صادي شدوا فريق الجيش الملكي مرملاق الاولى الثانيه الثالثه اربعه يا خويا عال الضلوع. قلت لك نادي اقبو كانوا عين ساحبو بحضور وليد صادي جاي قال لك جايب معاه ورقه عيبدا يخطب عليهم تما هذا العمل استراتيجي ديالي وهذا وعيبدا يهلل وباغي يربح بعض الاصوات على ظهر نادي اقبو. الساعة كانوا عين ساحبو. نشوفوا اللحظة اللي وصل فيها وليد مصدي إلى أرضية الميدان. الملعوق مصدوم. الله 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 رابط الغوباشه ومالك عليها ودي يا صادق. الوجه ديالو ولا صفر ديك الورقه مشاع يشرقها مع يخطب بها لا والو. والله يا ربي ربعه واش غتقول؟ عاد قول لي ديك الورقه يشرقها اش غدير بها؟ 4-0 واش باقي لك باش تهضر؟ اربط الغوباشه الملعوق وبقى جالس عم مصدوم وكيشوف. حصه تدريبيه للفريق المغربي ودرس كروي بالمجان لفريق اقبو اللي كانوا غينسحبوا 4-0 وما عندك او تخلي عشرك ديك الورقه. الملعوق بقى فيا مصدوم قاس ما مكمد قال لك جاي يقول لهم هذا بالعمل ديالي وبالاستراتيجيه ديالي وفي ظرف قياسي من الوقت قدرش اننا كذا كذا. وملي بحثت انا علاش هو هاد الثقه كامله في هذا الفريق هذا لقيته بانه هو اللي فاز بالدوري الجزائري. جاب لهم الله صافي عافاز في الدوري الجزائري مع يغلبوا حتى شي فريق صافي راه هو اللي كاين. يا ودي كاين شي كره في الجزائر سيروا ديروا عقلكم كاين شي كره في الجزائر صافي ربحوا الدوري الجزائري قال لك صافي حنا اللي عنديوها. بس عاد كيتفرجوا في الكره ديال بصح كيفاش دايره الرق 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 الاول
الاول طان طان الثاني الرغر الثالث الرابع قاعد ابواش قاعد نوض يا بني شي سيري الكوزينه ديري شي حاجه تاكليها. وهاد الثقه في النفس راه ما كانش غير في الرئيس وليد مصدي، كانت شوف الفريق هاد البنيات هادو مسكيناش قلت لك مع ربحوا الدوري الجزائري كانوا ضالنا نصافي راهما اللي يديوها قبل المباراه شي تصاور وشي فيديوهات وداخلا وديك اللعيبه ديال كذا شوفوا هنا التوني الرايا كذا الجزائر حنا بنات السهداء حنا اللي الريوز ديال جدودنا راهم في المتحف فرنسا حنا اللي كينا يا سكوتش كذا حد السيفزازات وداخلين بالرايات كلهم داخلين بالرايات ديال الجزائر باغين يستفزوا الفريق المغربي الساعات تا كيلقاو درس كروي بالمجان قراوه بنادم جاي مشارجي فهمتيني جاي مشارجي من الاول علاش دوك الحركات الاستفزازيه وعلاش مالكم على حالكم نشوفوا بعض اللقطات من هذه الحركات الاستفزازيه شحال خسرتو 4-0 ايوا دابا هذاك الشعار ديال الفرقه اللي عندكم هنا راه نتوما عارفين فين ديروه دابا اش كيقول المثل اخويا العبره بالخواتيم شكون اللي دار لهم في الاخر ديك اللعيبه ديال ها هما اللي دارو لهم اش قاعد دابا 4-0 وخيط سكوتش اقطع الحاسيه بالكرغوني اقطع الحس العبره بالخواتيم الشحن قصدي في الاول وباغي تستفزني يلاه هز على مراودك ها هما البنيات من بعد ما ضربوهم بربعه قالوا لهم يلاه خيط ازغط عليا حيد عليا منا ها هي وسط بلادك وراه حنينا فيكا 4-0 راه حنينا يلا طرق وسكوت حيد عليا منها هزي ساكك هزي شوف هذا شنو هذا اورويز هذاك هزي حيد عليا الزبر من هنايا حيد عليا منها يلا 4-0 يلا اش قاعدي اش قاعدي خويا عليا من هنا حيد عليا اكتا هادي بقاش في الطيران ولا ايش كديروا في المواقع يا بسخيط وادي شوف اللعيبه المسؤولين الدبلوماسيين كلشي كيطير على المواقع باقا ما بداش المباراه خارجين هما في الفيستير انما كتا سكوت كتا هادي يدخلوا المباراه هاك الراق 1 2 3 4 يلا حيدي منها هزي هزي عليا قشاوشك من هنا حيدي عليا شنو هذاك العكر جايبها معاك ولا هزي عكرك حيدي عليا من هنا كنلعبوا لها انت جابك الله غدا العرس ولا حي عليا عكرك وانت قاعدي من هنا قلت لك بنيه المغرب مشاو بالمصويطه هاكا عبد الضلوع وليد مصدي جالس مسكين بقى مصدوم وليد مصدي بقى فيا الملعب وجهه ولا اصفر بقى جالس كيدور عينيه ما صاب ما يقول الكره ديال بصح الراق الراق الناس دوروا الكره ولعبوا عليهم بيوش كي دايرين الاهداف ديال بصح خليني من الهضره وانتوما جايين ها سكوتش كدا هادي خيط كدا ها هو الشعار حنا نادي اقبو والله ما ننسحبو حنا اللي دينا الدوري الجزائري حنا يا ودي سيري سيروا ديروا عقلكم يا بصحيط وهي المغاربه راه ما كاينش اللي يستفزهم سيروا ديروا عقلكم والف تحيه لبنيات المغرب الله يوفق كل من يريد خدمه المملكه المغربيه كان هذا هو الفيديو ديال اليوم كيف العاده ما تنساوش لايك خلينا نرد لكم التعليقات الناس اللي مازال ما مشتركينش معنا اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما